يمكن أكثر الحاجات اللي تميز شخص عن شخص آخر هي نوعية العقلية بتاعته. زمان كان الحكماء لما بيجيلهم حد يعني مش عارفين شخصيته أو مجهول الهوية، كانوا أول حاجة بيقولوها له: تكلم حتى أراك. ما كانوش بيقولوا له: وريني أنت لابس إيه، ولا أنت من عيلة مين. لا، اتكلم، ومن خلال كلامك ونوعية تفكيرك وعقليتك أنا هقدر أتعرف على شخصيتك وأحكم عليها. الأبراج اللي معانا في حلقة النهاردة أبراج تمتعت بعقلية فريدة وأسلوب خاص بكل برج فيهم، يعني مفيش برج تاني أو شخصية تانية بتشترك معاهم في العقلية الفريدة المتميزة أو المميزة دي. عشان كده كان من حقهم إن احنا نوضح الصفة دي فيهم أوي في حلقة النهاردة. ايه هي الابراج دي وليه عقلياتها متميزة؟ ده بقى اللي احنا هنعرفه في حلقة النهاردة. ولكن خلوني سريعا في البداية ارحب بيكم الاول واقول لك: لو انت لسه جديد ومنضم لعيلتنا الجميلة دي، عرفنا اكيد بنفسك عشان نرحب بيك. ولو لسه بقى ما اشتركتش في القناة، اشترك واضغط على زر الجرس اللي هيظهر لك عشان نفضل متواصلين مع بعض. ويلا بقى ندوس اللايك التشجيعي اللي تعودنا عليه منكم، المهم جدا لدعم واستمرارية القناة دي. يلا بينا. برج الثور الترابي. برج الثور الترابي دايما بنقول سواء رجل او امرأة، الابراج اللي بيعجبها قليل جدا جدا لفوق ما تتخيل، وده راجع من نوعية تفكيرها ونوعية عقليتها المختلفة عن اي شخصية اخرى انت عارف. ولكن رجاء في البداية كده، عشان حلقاتنا بتكون جديدة وتقريبا محدش اتكلم عنها قبل كده، عايزين نوضح حاجة بسيطة قوي. الحلقة دي ملهاش علاقة أبدا بالأبراج بقى الأكثر ذكاء والأقل ذكاء، الحلقة بتتكلم عن أبراج ليها نوعية تفكير وعقلية مختلفة وبتختص هي بيها. أتمنى يكون المثال ده وضح يعني طبيعة برج الثور. متأني وعقلاني جدا في تفكيره، ودايما كده يعني جرب لو انت مثلا بتاخد رأيه في مشكلة بتخليه يقترح معاك حل، واخد يعني آراء ناس كتير قوي، هتلاقي دايما برج الثور فكرته ورأيه وحله واقتراحه وطريقة تفكيره هتلاقيها تقريبا مختلفة عن أي حد تاني. وغالبا البرج ده حلوله أو افتراضاته أو اللي يمشي وراه غالبا في حاجة زي كده يعني غالبا بيمشي صح، لأن هو برج عقلاني جدا وفي التفكير بيكون متجرد من أي مشاعر أخرى ممكن تأثر على عملية التفكير عنده أو على القرارات بشكل عام. ولذلك هو من أكثر الأبراج اللي ممكن أو اللي عندها بقى القدرة إن هي تاخد قرارات في منتهى القوة وأيضا في منتهى الدقة. الثور عقلية مختلفة بما تحمله الكلمة من معنى، حتى في اختياره اللبس وفي اختياره لشريكة حياته أو في اختيارها لشريك حياتها، في اختياره لأي حاجة أنت بتلاحظ كده. ولذلك وعشان ما نطولش عليكم، عشان معانا لسه 4 أبراج، وكالعادة بما إني بقرأ تقريبا كل تعليقاتكم وبيعجبني ذكائكم، توقعوا كده مين هي الأبراج اللي عقليتها ممكن تكون مختلفة، يعني توقعوا معايا كده، ولا سيما المرأة تستحق إن احنا يعني نتعب شوية ونفكر كده في عقليتهم. تعالوا يعني توقعوا معايا كده، لأن بصراحة الأبراج اللي معانا دي أبراج تستحق إن احنا نتعب شوية في التفكير كده على ما نوصل لها. طبعا احنا ما بنرتبش في الحلقة دي، لأن هو كل برج زي ما قلنا ليه عقلية بتاعته هو لوحده، مفيش حد بيشترك معاه فيها، عشان كده ما نقدرش نعمل مقارنة أو نرتب. البرج اللي معانا أيضا يعني مع برج الثور في الحلقة دي هو برج العذراء الترابي. برج العذراء فيه حاجات كتير قوي تجعل عقليته مختلفة عن أي شخصية أخرى. يكفي إن هو برج دايما بيكون من الأبراج اللي بتدور على المثالية في كل حاجة، وبرج المثالية اللي عند برج العذراء دي أكيد ومؤكد يعني ومن غير أي نقاش وبديهي بتخلي نوعية تفكيره وعقليته مختلفة تماما عن أي برج آخر انت ممكن تشوفه او انت ممكن
يعني تتكلم عن العقلية بتاعته، لأن برج العذراء صراحة دايما ما بيبقاش واخد حقه في حاجات كتيرة قوي، ولا سيما في النقطة دي، أو من أكتر الحاجات في النقطة دي. دايما في كتير بتتهمه، يعني إن هو تفكيره شوية غريب، إن هو تفكيره مثالي، إن هو في بعض الشخصيات لا يلائمها تفكير برج العذراء، مع إنه تفكير راقي جدا، ولكن مع انه تفكير صراحة يستحق الاحترام. يكفي بس ان احنا نقول لك حاجة واحدة، افضل نصائح ممكن انت تاخدها من اي شخص تقريبا بيكون هو برج العذراء. افضل ناصح، حتى وان كان في احيانا في توجيهه لبعض النصائح يعني شيء من الانتقاد شوية، او شيء من الانتقاد شوية، ولكنه في الاول وفي الاخر صدقني بيكون انتقاد بناء، وبتكون نصيحة لو انت عملت بيها غالبا انت اللي هتكون مستفاد في النهاية. تعالوا بقى ناخد البرج اللي معانا أيضا مع برج العذراء والثور في الحلقة دي، ونتعرف عليه وعلى نوعية عقليته المختلفة اللي خلتها عقلية متميزة. يلا بينا. برج الجوزاء الهوائي، سواء رجل أو امرأة، ويكفي بس إن احنا يعني عشان ما نطولش في الكلام عن برج الجوزاء في النقطة دي، نقول لك حاجة واحدة بس بتخليه يجي معانا وبتخليه صاحب عقلية مختلفة، إن برج الجوزاء يقدر يفكر في أكتر من حاجة في وقت واحد، ويقدر يعمل أكتر من حاجة في وقت واحد، والأدهى من كده إن هو يقدر ينجح في حاجة أو في أكتر من حاجة في وقت واحد. اوعى تفتكر إن دي حاجة سهلة على أي حد إن هو يعملها، بالعكس برج الجوزاء بيكون بارع جدا، او هو اقدر الابراج ان هو يعمل حاجة زي كده. اكيد برج عقليته فيها اللي احنا قلنا ده هتكون عقلية مختلفة، وتقريبا عقلية لا يشبهها اي عقلية اخرى. مش عايزين نطول في الكلام، وناخد البرج بقى اللي معانا بعد كده ونتعرف عليه. يلا بينا. وكعدت دايما مع عيلتي الجميلة في كل حلقاتي، توقعوا معايا البرجين اللي فاضلين هيكونوا مين، وانا هحاول على قد ما اقدر في الحلقة دي تحديدا ان انا ما اسيبش اي تعليق الا لما اقراه، لان انا زي ما قلنا من شوية الحلقة دي محدش اتكلم عنها قبل كده، وبصراحة كان المفروض كتير قوي اتكلم عن الحلقة دي ووضح النقاط المهمة دي. ويلا بقى نستغل كده الفرصة ونقول يعني اللي نسي يدعم الحلقة بلايك يا ريت يدعمها بلايك، زي ما قلنا مهم جدا واساسي جدا في توصيلها لاكبر قدر من الناس، اللي اعتقد ان هي هتكون مهمة لكتير قوي مننا. يلا بينا بقى ناخد البرج اللي بعد كده. العقرب المائي أيضا حاضر معنا في الحلقة دي. يمكن عمق نظرته أو عمق تحليله أو طريقته حتى في التفكير أو في نظرته للآخرين، أو يمكن قدرته على المناورة أو قدرته على فهم تقريبا الشخص اللي هو بيتعامل معاه من قبل كمان ما يتعامل معاه، وأيضا قدرته إن هو يوصل لك بأشكال كتير قوي وبأساليب كتير قوي اللي هو عايز يوصله لك، ويقدر يخفي عنك اللي هو عايز يخفيه. بس في الآخر أكيد كل الحاجات دي كده كلها على بعضها لازم تخلي برج العقرب أكيد يعني عقلية مختلفة عن أي شخصية أخرى أنت ممكن تكون قابلتها أو تعاملت معاها. ويمكن عشان نوضح الجزئية دي عن برج العقرب، اسأل أي حد كده تعامل مع برج العقرب، ولكن تعامل معاه بعمق شوية أو تعمق في التعامل معاه شوية، هتلاقيه دايما يقولك على طول معروفة عن العقارب دي، أنا ما شفت زي العقلية دي، العقلية دي بالنسبة لي ما شفت زيها، مختلفة، عقلية كده فيها حاجة غير أي عقلية أخرى. العقارب بالذات مشهورين ومعروف عنهم الحتة دي. أما آخر برج معانا في الحلقة دي فهو برج الدلو الهوائي. دايما بقول إن برج الدلو صاحب تفكير مختلف تماما وعقلية مختلفة تماما. وعلى فكرة انت ممكن تلاحظ ان الابراج اللي جات معانا دي كلها ابراج بيبقى فيه كتير قوي، لو مش ملم بالصفات دي بيقول لك صعب عليا ان انا افهم العقلية دي، او بياخد وقت شوية على ما يعرف ان هو يتأقلم مع عقلية الشخصيات دي او الابراج دي. برج الدلو عقلية مختلفة تماما بما تحمله الكلمة من معنى، زيه بالظبط زي الابراج اللي جات معاه في الحلقة دي.
نوعية تفكيره ونظرته للحياة ونظرته ليك ونظرته للآخرين هتلاقيها مختلفة عن أي نظرة أخرى. وعلى فكرة بقى، عشان نتكلم بصراحة عن برج الدلو في الجزئية دي، هو من الأبراج اللي صاحبة عقلية وتفكير راقي جدا جدا لأبعد الحدود. كمان فرضه للأمور وحتى طريقة تعامل برج الدلو مع الأحداث ومع الأشخاص ومع الناس ورياكشناته ورد فعله، أنت بتحس إن هي مختلفة عن أي شخصية أخرى. صدقوني أي حد بيتعامل مع الأبراج دي وبالذات بيتعامل معهم زي ما قلنا بعمق، هو بيلاحظ كده لوحده. في نوع من الشخصيات ما بيقدرش زي ما قلنا يتأقلم معاهم عشان طبيعة عقليتهم المختلفة دي، وفي نوع تاني بيبدأ إن هو يفهم العقلية دي وبعد كده ممكن يتعلق بيهم قوي بسبب عقليتهم دي، لأن في بعض الشخصيات بتحب الحاجة المختلفة. يعني زي ما احنا بنقول كده، الحاجة اللي مفيش منها اتنين، اللي مفيش ليها شبيه، وهم بيتميزوا في النقطة دي. طبعا في النهاية أتمنى الحلقة دي تكون عجبتكم وأفادتكم، والآخر مرة بنذكر حلقة جديدة عايزين نوصلها لأكبر قدر من الناس، وزي دايما ما بنقول وهنقول يعني اللايك التشجيعي بتاعكم مهم الحاجتين، لتوصيل الحلقة دي لأكبر قدر من الناس وأيضا لدعم واستمرارية القناة على حد السواء. واكتبوا لي آراءكم ومشاركاتكم زي ما قلنا، تقريبا كل التعليقات اللي جت على الحلقة دي أنا هحاول على قد ما أقدر إن أنا أقراها. ويلا بينا بقى على المنتدى عشان اللي لسه ما صوتش معانا ولا اختار حلقة يوم الثلاث يدينا رأيه وهتوحشوني.